بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، تم بحمد الله الاحتفال بالمبدع الصغير. كانت احتفالية جميلة جدا، أقيمت في استوديو 5، استوديو الموسيقى والغناء بإذاعة وسط الدلتا. حضر الحفل لفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والاجتماعية والمجتمع المدني. حضر الحفل أكثر من 50 فائز، من بين 120 فائز من محافظات الدلتا الدقهلية، المنوفية، الغربية، وكفر الشيخ. الحقيقة أحيا الحفلة أيضا الفرقة الموسيقية لكورال جامعة طنطا. كانت حفلة جميلة جدا، كان بيسدها الحب والعطاء. أنا عايزة أشكر كل من ساهم في هذه المنظومة الإعلامية الجميلة. بشكر الزملاء والزميلات، بشكر الزميلات إيمان السعيد، منال الطوخي، أماني شوقي، محمد عوف الزميل العزيز، بشكر أحمد صبحي الزميل العزيز، بشكر كمان من زميلاتنا، أنا بحب أشكل كده، أماني شوقي، منى أبو عوف، من هدى السعيد، سمر أبو شويكة. شكر خاص للزميل العزيز عصام نبوي، شكر خاص للزميل العزيز علاء فوزي، شكر خاص لكل من شرفنا في هذا الحفل. وبشكر الأب، فعلا احنا لما بيبقى متواجد في وسطنا بنقول هو ده الأب الروحي لمحافظة الغربية، سيادة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية. الشكر كل الشكر لتشريفه للحفل. المبدع الصغير في عامه الأول أكثر من 50 جايزة مادية، دروع، شهادات تقدير، ميداليات. العام القادم بإذن الله هيكون أكثر من كده بكتير، لأن زي ما بيقولوا مصر ولادة، وأحفاد زويل ومحفوظ بإذن الله هيكونوا معانا العام القادم.